المطرب علي مردان هو مطرب كردي ولد في كركوك عام 1904 على الأرجح. احترف الغناء منذ الصغر وأجاد فنون الغناء التراث الكردي حتى أصبح أحد أعلام الغناء الكردي وبخصوصية واضحة. يأتي المطرب علي مردان بالمرتبة الأولى في قراءة المقام والنظم والتلحين في عالم الغناء باللغة الكردية، وله بعض التسجيلات باللغة العربية أيضا، تحديدا في مقام الرس، وذلك في أو موجود في دار الإذاعة ببغداد في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. لحن علي مردان العديد من البسات باللغة الكردية، ومزج بين إيقاعاتها ومقامتها مع أسلوب المقامات العراقية. هو من أوائل مطربي المقام والغناء الكردي الذين شكلوا حضور في فرق مقامات بغداد وحفلاتها الموسيقية. يقول العارف بالمقامات في مدينة كركوك بغداد محمد عمر عن سيرة حياة الفنان علي مردان والدور الكبير الذي لعب لخدمة فن وأصول المقامات في العراق ومدينة كركوك بصورة خاصة. إن الفنان علي مردان كان بحق المدرسة الحقيقية للمقامات في تلك المدينة العريقة، وتتلمذ على يده العديد من قراء المقامات، كما واستطاع أن يسجل ما يقارب 100 أغنية ومقام في الإذاعة الكردية أبان الثلاثينيات، وأعجب بصوته المئات من محبي المقامات وتبعه الآلاف منهم. كما يقول الناقد يحيى إدريس، هو مطرب المقام في كردستان، وللأكراد حصة كبيرة في المقام العراقي، لأنه فن يوحد الأذواق والمشاعر الوطنية. ولعل الرائد المقامي الكردي علي مردان كان يمثل نبوغا مقاميا أشاد به شيخ المقامات محمد القبنشي. وقال ذات مرة إن القبنشي في بغداد وعلي مردان في أربيل وإسماعيل الفحام في الموصل، بمعنى أن علي مردان بالنسبة للغناء الكردي يقف على منصة واحدة مع القبنشي. والأخير عرف بأنه لا يمتدح أحدا في حياته، وذكر القبنشي في لقاء آخر نشر في مجلة فنون عام 1983 قائلا إن علي مردان يدهشني في نقلاته وقفلاته المقامية. وهذه شهادة من أكبر مطرب مقامي في العراق، وللكرد مقامات محلية أيضا، منها الآي آي والحيران، مقام الحيران، ولهم حضور في تفاصيل المقام العراقي. والمطرب علي مردان هو أكثر مطرب مقام كردي له حضور في المقامات العراقية في بغداد. Yeah.
الفنان علي مردان أستاذ في الأداء والروحية، وله خصوصية في أداء المقام والأغنية الكردية. ترك لنا تسجيلات عديدة في الإذاعة العراقية، صوت يمتاز بمساحات تؤهله لأداء الأغنية العراقية الكردية والعربية بنجاح ملحوظ. كما يعتبر صوت الفنان علي مردان يحمل أكتافين، يعني مساحة لا بأس بها وواسعة، وله حلاوات صوتية قلما نجدها عند يعني مطرب يستطيع أداء النوعين من الموسيقى. توفي المطرب الكردي العراقي علي مردان في عام 1981 كما تذكر أغلب المصادر في بغداد، بعد مسيرة أضافت الكثير للموسيقى الكردية وللغناء المقامي العراقي. Thank you.